بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى غرب البلاد. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. وخلاص فصل الشتاء يعني ودعنا وبدانا فصل الربيع اللي مكمل معانا، خلينا نطمن على درجات الحراره، هل في ارتفاع ولا في انخفاض؟ بالفعل يمكن احنا بدانا بالامس في بدايه فصل الربيع واللي هيستمر معانا لمده 3 أشهر قادمه ان شاء الله، يمكن بدانا كمان معاه ارتفاع طفيف في درجات الحراره. بالامس عظمى على القاهره الكبرى 22 درجه مئويه، اليوم متوقع ان هي تكون 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه، صحراء شبه الجزيره العربيه، دافيه بدرجات حرارتها خلال فتره النهار. امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا هيساعد بشكل كبير على احساسنا بارتفاع درجات الحراره والاجواء المائله للحراره على اغلب المحافظات الشماليه، حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد يمكن كمان ارتفاع درجات الحراره بيمتد لمحافظات جنوب الصعيد. اجواء نقدر نقول مائله للدفء او معتدله على سواحلنا الشماليه، ده بيكون خلال فتره النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الأوقات دي بيكون فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز 10 درجات، فمهم جدا ناخد بالنا الأجواء بتظل أجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المساحات المائية، وأدت انخفاض في الرؤية الأفقية. يمكن إلى الآن في شبورة مائية على بعض الطرق، تقريبا ساعة بالكثير إن شاء الله تبدأ الشبورة المائية في 3 تماما مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس أو سطوع أشعة الشمس. طيب طمنينا بكرة على بكرة أول يوم رمضان، طمنينا عن حالة الطقس بكرة هتبقى عاملة إزاي مع الصيام؟ ان شاء الله بكره هيستمر معانا الارتفاع الخفيف في درجات الحراره، لان درجات الحراره تعتبر دي المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. غدا ان شاء الله متوقع العظمى على القاهره الكبرى 25 درجه مئويه، طبعا كل سنه وحضراتكم بخير وطيبين، لكن هيكون في فرص الامطار هتبقى حاضره بشكل كبير على المناطق الساحليه وتحديدا سواحلنا الشماليه الغربيه، هتكون في امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ممكن تمتد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، لكن بصفة عامة نقدر نقول الأجواء شبه مستقرة غدا إن شاء الله، ما فيش غير إن درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما عن الأيام الماضية، 25 درجة مئوية للقاهرة الكبرى. الجو هنحس بيه دافي فترة النهار، ناخد بالنا من فترات الليل لأن احنا كلنا طبعا في رمضان بنخرج بعد فترة الفطار، ناخد بالنا من فترات الليل لسه الأجواء فيها أجواء باردة، يعني لسه محافظين فيها على ارتداء الملابس الشتوية، يعني لو هنخرج فترة الليل دايما يكون معانا قطعة ملابس إضافية. خلينا ننوه إن اليوم هيكون في بعض الأتربة العالقة، مش نشاط سياحة، أتربة عالقة في الجو ممكن تأثر على الرؤية الأفقية في أغلب محافظات الجمهورية. كمان ننوه مع حضراتكم ان احنا متوقع ثاني وثالث ايام شهر رمضان الكريم، يعني يوم الجمعه والسبت القادمين، يكون في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وده بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، امتداد منخفض البحر الاحمر، الحاله الجويه دي هيكون فيها سقوط امطار متفاوت الشده ورعدي على اغلب محافظات الجمهوريه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، فمهم جدا نتابع النشره الجويه عشان نتابع الحاله الجويه المرتقبه ان شاء الله يوم الجمعه والسبت القادم. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 26 والصغرى 16، العاصمه الاداريه 27 15، اسكندريه 23 15، العلمين الجديده 22 14، مطروح 21 13، دمياط 22 15، بورسعيد 22 16، إسماعيلية 26 15. هنروح للسويس العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 23 15، كاترين 18 8،
طابة 23-14، حلايب 25-18، شلاتين 28-17، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 26-15، الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 12، بني سويف 27-12، الوادي الجديد 27-15، أسيوط 27-11، سوهاج 27-14، قنا 28-14، الأقصر 28-15، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. خلصنا فقرتنا ونرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا.